هاك البساط للمحسنة واللوز في وسطها ينبع وكداك بسم المدهونة ومحنشان. السلام عليكم الحبيبات الجميلين، كدير لاباس؟ صحتكم مزيانة هانيين، مبروك العواشر بالصحة والسلامة، اللهم بلغنا رمضان يا رب، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وزايد رزق. اليوم بغيت ندير شي بطاطا بالزيتون وبالقمح الكامل، دقيق القمح الكامل او لا دقيق الزرع كما تيقولوا لي بعض الناس. قلت علاش لا ما نصورش مع البنات فرصه. عندي هنا ثلاثه ديال الزلايف ديال دقيق القمح الكامل، وعندي زلافه ديال دقيق الرطب او دقيق الفرص. غادي ندير الخميره، ما نكثروش الخميره بزاف باش القمح صعيب بزاف باش ما تيسخن الحال، ما تنكثروش الخميره وما كنعجنوش بالماء سخون، هو الماء بارد ديال الروبيني، ولكن دابا باقي شويه الحال بارد. غادي نزيدوا الملحه اول ما دافي باش نجمعوا العجينه، غير الا فات تسخن الحال راه ما باقيش تنعجنوا بالماء دافي غير الماء ديال الروبيني. غادي ان شاء الله نعجن، ما كنديروش السكر حيت هو اصلا منه اللي كيتحمر تبارك الله. غادي نبدا العجينه ها نتوما معايا، بسم الله. وهي العجينه بعد ما دلكتها مزيان وشربتها الماء، دهنتها بواحد شويه ديال زيت بلديه. غادي ان شاء الله ندخل فيها شويه ديال زعتر حكيته بين يديا، وشويه ديال الزيتون كحل والزيتون الاسود درتو بهادي، قطعته مزيان بهاد القطاعه ديال القزبور باش يولي رقيق باش ما يبداش يخرج ليا من العجينه بزاف. غادي ان شاء الله نقص منها حيت ما بغيتش نديرها كلها بالزيتون. غندخل فيها الزيتون عاد نخمرها القياس اللي بغيتو نتوما. بسم الله، نبقى هكا كندخل فيها حتى تجمع ليا، وهاديك زيت البلديه راه كتعاون. ما بغيتش نخليها حتى تخمر، عاد نبدا كندخل فيها غيخرجوا لي لي غاز بزاف. اللهم دابا وتخمر مع الزيتون ديالها والزعتر غير بشويه، واخا تجيكم بدات تلصق حيتاش اصلا الدقيق القمح تيبغي شويه يترخى، ما تيبغيش يكون واقف. صافي انا غادي نكمل هكا ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. وهذه هي العجينه، دخلت فيها مزيان هذاك الزيتون والزعتر، وعاود دهنتها بالزيت بلديه باش ما تمحنكمش حيتاش كتزيد كترخى. درتها في هذا البول ودهنته، وغادي نخليها ان شاء الله تخمر ونعاودو نتلاقاو باش نشكلوها ونشوفوها جميع. ها هي العجينه ديالي بعد ما خمرات، غادي ان شاء الله ندير شويه ديال الدقيق حيتاش لابد تلصق. بسم الله، هذيك الزيت ما كتخليهاش تلصق، لا بدا ديروا شويه ديال الزيت بلديه باش ما توحلكمش بزاف. غنخرجهم على شكل كرات، انا بغيتهم يصغار. وغادي نخليهم يرتاحوا ماشي بزاف، كندير لهم الدقيق ديالهم ني الدقيق الكامل. العجينة رطبة ما تخافوش منها، بدات تلصق لكم شي شويه وتعاونوا
الدقيق. انا غادي نكمل ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو بعد ما يرتاحوا ونقرصوهم. هاني بديت، بسم الله، هنقرصو هانيت بالدقيق ديالها قياس، ما نطرقوش بزاف وما نخليوهاش غليظه. انا عاود معكم واحده اخرى، نقلبوها باش ما تلصقش لينا ونكملوا. هاني بديت نطيب البطاطات ديالي بعد ما خمروا ليا، ما خليتهمش بزاف، تقريبا شي ربع ساعه وبديت كنطيب فيهم. دا كنقلبوهم هكا حتى يتحمروا. وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله ملي يطيبوا. وهما الطبيطات ديالي، ما نقولش لكم كيتعجيو مع زيت الزيتون، وهادو حتى هما اللي قلت لكم درتهم خاويين حيت كاين اللي ما تياكلش الزيتون مع الخبز، جاوا زوينين زوينين بزاف، ما غتفوتنيش الفرصه انني نحل لكم شي وحيده. كيجي الداخل كله فيه الزيتون، تيجي زوين بزاف. وهادي هادو حتى هما راه راكم كتشوفوا، هيا كلها محلوله ومع شي كاس ديال اتاي. ما نقولش لكم عليه، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وبطبيعه تعجبكم. اللي دخلت القناه بالصدفه وشافت الفيديوهات ديالي وعجبها المحتوى ديال القناه، ما تنساش انها تبارطاجي وتشترك معايا وتصيفط لي دي ميساج نقراهم يعجبوني ونجاوبها. كانت معكم بهيجة من قناه إناصري برودكشن، والسلام عليكم. أرى من الفدا والشربة وسكون راوية وسخونة، إلا دخلت وسط القبة أرى طواجنك وصحونة، ليا سكول قول مرحبا هاك البساط للمحسونة، واللوز في وسطها ينبى وكداك بالسمن مدهونة، ومحنشة نحب فرغبة وتكون رايقة وسخونة، بغرير جيب لي من بواسيدي طبسي الجيب لي